يا رحمة، مساء الخير. مساء النور، ازاي حضرتك؟ ازيك يا رحمة؟ وعدتك ان حلقتك هتتعرض والناس ايوه كلها هتسمع صوتك. ايوه انت جميلة يا رحمة، ده من تستحق ذوق ان كل حضرتك الناس والله. تقف جنبك. احكي لي كده بقى، قالوا لي ان انتوا اتصالحتوا والدنيا بقت كويسة، طمنيني عليكي. الحمد لله. امبارح مامتي جاتلي والاستاذ احمد المحامي قعد معايا وراني الاوراق بتاعت القضيه اللي شغاله دلوقتي، وكلها شهر وان شاء الله يطلع لي استحاله ميلاد الجديده بتاعتي. وجبنا ناس من كبارات البلد قعدوا معانا وحللنا المشكله، ومامتي جت استلمتني وعملت محضر في المركز انها مضت واستلمتني، وبابايا كلمني وقال لي هعمل لك اللي انت عاوزاه. وطبعا انا بشكرك جدا وعلى وقفتك جنبي، انك خلتيني اوصل لمامتي. يا حبيبتي انت تستاهلي تعيشي حياة حلوة يا رحمة. اهم حاجة شهادة الميلاد كمان طلعت. ايه شهادة الميلاد طلعت، يعني انت اتأكدتي ان شهادة ميلادك هتطلع باسم والدك؟ اه ان شاء الله. حبيبتي مبروك عليكي حياتك، الله يبارك فيك يا حبيبتي. وفرحانة ان انت هتتربي مع اختك وهتعيشي معاها يا رحمة. اه خدي الحمد بالك من لله، نفسك جدا، كله حب فل اللي حبيبتي. حواليكي عشان يحبوكي، خلي اللي فات ده دافع ليكي انك تعيشي مستقبل احلى. والحمد لله دلوقتي مامتي جت استلمتني امبارح وقعدت اتكلمت معايا طيب وفعلا خليكي لقيتها معايا يا رحمة بقى، سماعك صوت حد انت بتحبيه قوي. ماشي. فين يا شباب؟ آه، ست سناء، مساء الخير. مدام سناء منوراني. مساء النور. بصي انا عايزه ايوه اقول لك قدام البنت اللي الدنيا منورانا، كلها، الله يرضى عليكي. عايزه اقول لك اسمعيني ارجوكي من التليفون ووطي التلفزيون ارجوكي. ماشي ماشي حاضر. ايوه يا استاذه يمكن معاكي. تكون اسرتك صغيره بس انتي محظوظه بيها، ابنك الله وليد ما شاء الله تبارك الله، ربنا يخليهولك ويجعله خير السند والدهر، وزوجك الحمد راجل لله. محترم وطيب جدا، تستحقوا مننا كل الاحترام. الدور اللي عملتيه دور كبير قوي 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 قوي، يمكن انت كمان اللي جريتي بالبنت دي عشان مشكلتها تخلص وشهادة ميلادها تتكتب باسم ابوها. تسمعيش الحمد كلام لله. لأي حد، ربنا كلمته اكبر من اي حد على الدنيا، الحمد لله. تستاهلي الحمد. الحمد لله. سمعت ان هي شهادة ميلادها هتخرج كمان شهر. ايوه يا استاذ. بيقولوا ايوه انك طمعانه. طمعانه في ايه يا ست سناء؟ والله ربنا هو اللي هيجازي، والناس بتتكلم كتير يا استاذ، ربنا هو كبير، ربنا صدقتي كبير يا استاذ. ما هو كلام كتير حواليا، امال هيقولوا ايه؟ ما لازم يبرروا نفسهم، ربنا كبير. طب المهم رحمة اللي هتقول لك ايه؟ يعني انت دلوقتي تقولي الرحمة ايه في حياتها بقى لما راحت عند مامتها اقول لها واختها؟ ربنا يديك يا رحمة ويسعدك يا رب ويجعلك احسن الناس كلهم. وانت يا رحمة تقولي ايه لعمته؟ والله شكرا جدا على تربيتك ليا 16 سنة، ومش عارفة أودي جميلك ده فين. اختك شافتك؟ اه قالت لك ايه وما شافتك؟ هي فضلت اتكلمت معايا وحضنتني وكانت فرحانة جدا بإن أنا هقعد معاها. يلا يا حبيبتي ربنا يجعلكوا سند وظهر لبعض. شكرا يا ست سناء على دورك ده، ألف شكر. بس كلمة أقولها لك يا أستاذة اتفضلي يا بس، ست سناء، اتفضلي يا حبيبتي. معلش أمها بس تخلي بالها منها أو ما تفرطش فيها يا أستاذة، أصل لو فرطت فيها أنا هكلمك تاني. إن سمعت إن هي فرطت فيها ولا أثرت أنا هكلمك تاني. شكرا.